طاب توقيتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في استوديو صنعاء. و الخارجية الإيرانية تعزي بوفاة الصماد رغم أنها لم تعترف به في حياته، وتقول أن الشعب اليمني سيجني ثمار انتصار مقاومته. هذه المقاومة التي تدعمها إيران كما تسميها هي فقط الدفع بالناس إلى المحرقة، في حين هي غير مستعدة لدفع ثمن هذه المواقف التي تبديها الميليشيا الحوثية، فقط تستخدمها لتصفية حسابات إقليمية. لكن حتى على مستوى الموقف السياسي هي لا تعترف بالمجلس السياسي، هي لا تعترف بالصماد أو غيره. في نفس الوقت هي تعزي بوفاة الصماد، لكنها لا ترحب ولا تهنئ بالمشاط مهدي المشاط. طبعا العزلة الدولية القائمة التي فرضتها جماعة الحوثي على البلد، أما هي فهي معزولة ومنبوذة، مستمرة هذه العزلة بشكل سيء، الحصار القائم على البلد بسبب وجود هذه العصابة، لكن بإذن الله سنتخلص منها قريبا. لا يمكن للعصابة أن تحكم شعبا. المسيرة التي دعت إليها الجماعة اليوم تحت اسم مسيرة البنادق مسيرة بائسة، محاولة لتجميع أكبر عدد من المقاتلين إلى الجبهة، في أيضا محاولة لشد أزر الجبهة، جبهة المخا أو جبهة الساحل الغربي بشكل عام. النتيجة كانت بادية في الصورة، صورة أظهرت ربما لم يستطيعوا هذه المرة أن يتفننوا في التصوير، لأنه الوضع فعلا الناس وصلوا إلى قناعة بأنه سبب دمار البلد وسبب معاناة الشعب هي وجود هذه الجماعة. من الملاحظ أيضا اليوم المراسم التي حاول الحوثيين من خلالها نقل صورة بأنهم يحترمون الدستور وإلى آخر ذلك، من خلال وصول مهدي المشاط إلى مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية. طبعا المجلس هو غير معترف به، ولم يعد هناك ما من مبرر لوجوده بعد انسحاب المؤتمر الشعبي العام. تعيين عبد الملك الحوثي لمدير مكتبه مهدي المشاط دون الرجوع إلى هذا المجلس الذي يفترض أن ينتخب أحدا من أعضائه، أو يدفع بالنائب لتولي المهام إلى حين استبدال العضو الذي قتل. هو طبعا ليس رئيسا للجمهورية، صالح الصماد ليس رئيسا للجمهورية، إنما لأنه المجلس هو الذي يحكم، هذا كان الاتفاق سابقا. الصماد كان رئيسا للمجلس، حتى القرارات وفق لائحة المجلس لا يمكن القبول بها ما لم تحصل على إجماع، هذا ما كان الاتفاق عليه. طبعا بعد انسحاب المؤتمر الشعبي العام لم يعد من مبرر وجود هذا المجلس، لكن حتى لو تحدثنا في إطار البروتوكول المتعارف عليه أو اتفاق المجلس السياسي لم يلتزموا به. أيضا مجلس النواب يدخل المشاط مباشرة إلى المنصة ويجلس كرئيس قبل أداء اليمين الدستورية، مع أنه الطبيعي أو المتعارف عليه أنه أدي اليمين الدستورية ومن ثم يجلس في منصة الرئاسة بعد أن يرحب به رئيس مجلس النواب. ما حصل أيضا من مشاهد اليوم، الحديث النائب عبدو بشر كان واضح أنه المجلس لن يقبل بأن يكون يستخدم كمحلل. طبعا الحضور أيضا كان بائس جدا، كاميرا حتى كانت في زاوية واحدة طيلة فترة وجود أو فترة انعقاد الجلسة اليوم، كانت في زاوية واحدة، عدد بسيط جدا، لا مراعاة للنصاب، لا يوجد نصاب. أيضا السن الدستوري إذا تعاملوا مع المشاط كرئيس جمهورية هو أيضا مخالف للدستور، هو أقل من 45 سنة، يمكن بعشر سنوات، هذا واضح، ليست المسألة، ربما أكثر من عشر سنوات. يعني أيضا هناك سؤال أو توصية
بفتح ملف التحقيق في اغتيال او مقتل الصماد. هذه مسألة ربما أصابت مهدي المشاط بالإحباط في أول جلسة لمجلس النواب، وهو دليل رغم أن التحالف اعترف أو قال بأنه قتل الصماد، لكن هذا يؤكد أنه كان هناك ملابسات أخرى، هناك من دفع به إلى الموت أو من تخلص منه. عموما سنتحدث في المشهد السياسي مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الله إسماعيل الباحث والمحلل السياسي. بعد الفاصل نبدأ النقاش. إذن تحاول ميليشيات الموتى الحوثية الطائفية البغيضة فرض فكرها وإجبار السكان في مناطق سيطرتها على ترديد شعاراتها الداعية للموت، وتجبرهم على المشاركة في مسيراتها وتظاهراتها التي تهدف إلى الإيحاء بأن هذه الجماعة الدموية لا تزال تحظى بدعم وتأييد شعبي. طبعا هذا الكلام محض افتراء، والناس ضاغوا أصلا بهذه الجماعة، وباتت لحظة الخلاص منها حلما يراود غالبية السكان في المناطق الخاضعة لها. أرحب بك أستاذ عبد الله، والبداية قراءتك لمحاولة الجماعة استغلال الطلاب والموظفين في مناطق سيطرتها وإخراجهم في مسيراتها بالقوة. يعني أولا لابد من التأكيد وبكل وضوح على أن جماعة الحوثية الآن تعيش أضعف لحظاتها على الإطلاق منذ يعني المغامرة الطائشة والغبية باغتيال الزعيم علي عبد الله صالح، ثم بعد ذلك كل الانكسارات العسكرية التي تمت، الأسابيع السوداء التي مرت بها خلال الفترة الماضية والتي خسرت فيها قيادات من الصف الأول العسكري وهي قيادات مهمة بشكل كبير، ثم بعد ذلك توج بمقتل الصماد الذي يعتبر بالنسبة لعبد الملك الحوثي شخص لا يمكن أن يعوض، يعني وهذا كان واضحا يعني في خطاب ولغة جسد عبد الملك الحوثي عندما ظهر ليعزي أو ليتحدث عن مقتل الصماد. هذه الجماعة تعيش هذه اللحظات المحرجة لها، هنالك تحركات قوية يقوم بها المقاومة الوطنية في اتجاه الساحل، هنالك هجمات أيضا في معقل الحوثي في مسقط رأس الحوثي. نتحدث أيضا عن هذه العزلة التي تفضلت بذكرها عندما نتحدث على أن هذه الجماعة لم يرحب بها أو لم يعزيها في مقتل الرجل الثاني في الحركة إلا الراعي الرسمي لهذه الجماعة وهي إيران. كل هذه الأمور أيضا لفشلها الذريع فيما يخص مشاكل الناس وحياتهم. أيضا حزب الله أعتقد أنه بعث نعم يعني لا هو في ذات الإطار يعني نعم. ثم بعد ذلك هذه الجماعة لم تقدم أي نجاح على أي مستوى من المستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، بل عانى اليمنيون جميعا منها، من الاستهداف، من التجويع، من الحصار، من التهديد. أعتقد هذه كل هذه المعاملات الموضوعية تؤكد على أن هذه الجماعة الآن هي تشعر بذلك، وبالتالي هي ستتجه إلى محاولة القهر أكثر، محاولة استجداء ما يمكن أن نسميه وهم البقاء، وهم على أنها ما زالت مسيطرة وموجودة، وهذا يتم بمحاولة إرغام الناس، باختطاف المختطفين من الشوارع، بالاعتداء على الناس لأسباب مختلفة أمام أبنائهم كما حدث اليوم، إرغام المدارس على ترديد الصرخة. هي واحدة من هذه من معالم اليأس التي تعيشها جماعة الحوثي. إذا كانت الناس مقتنعين بها فهي لن تضطر إلى إرغام أحد على ترديد الصرخة، لن تضطر إلى إرغام أحد بالخروج في الحديدة مثلا حاملين الأسلحة، وأن تستغل وضعهم المالي والمادي والمعنوي ومأساتهم لمحاولة إظهار نفسها أنها ما زالت موجودة. هذه جماعة تنتحر، وهذه جماعة يبدو أنها شعرت على أن اليمنيين كشفوا حقيقتها، وإن كان كثير من اليمنيين اكتشفوا حقيقتها مبكرا، الآن أيضا كثير من اليمنيين كل يوم بسبب تصرفاتها يكتشفون حقيقة أن هذه الجماعة ليست بالجماعة السياسية، ليست بالجماعة التي تؤتمن على أن تسيطر على منطقة أو بقعة من هذه الأرض. وأنا أعتقد أن كل الشواهد تدل على أنها ربما ستلجأ أكثر إلى موضوع القهر وإلى محاولة قهر الناس وإلى محاولة إرهاب الناس في الأيام القادمة. نعم. إذن عندما نشاهد تلك ما سمتها مسيرة البنادق،
يعني المساحة اللي تواجدت فيها، أيضا حجم الحضور وحضور بائس أيضا لا يتعدى يعني ربما 1000 أو 2000، هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لها، يعني أن تحشد هذا العدد في ظل تنامي الكراهية لهذه الجماعة وهذه العصابات. لكن لو تحدثنا عن التأثيرات التي أو الوضع الذي آلت إليه هذه الجماعة بعد منذ اغتيال الزعيم علي عبد الله صالح كحليف سابق وبتلك الطريقة الوحشية والتمثيل بالجثث، يعني بالتأكيد يعني جميع المراقبين يقرؤون قيام جماعة الحوثي باغتيال الشهيد علي عبد الله صالح بأنها كانت مغامرة طائشة، كان غباء سياسيا. العالم لم يكن يتخاطب مع جماعة الحوثي، لا هو يدرك طبيعة هذه الجماعة، هذه جماعة راديكالية متطرفة تحاول أن تنشر مبادئها أفكارها ترغم الآخرين عليها، والدليل على أنها تحاول أن تزرع شعارها الطائفي في كل منطقة من مناطق اليمن، وبل في كل زاوية وفي كل مدرسة وفي كل مستشفى شوهت معالم اليمن بهذا الشعار الدخيل على ثقافة اليمنيين. الأخطر من ذلك أنها يعني أوغلت كثيرا في أخلاق الناس وفي عاداتهم وفي تقاليدهم. اليمنيون الآن يتساءلون هل اليمنيين بهذه يعني هل هذه أخلاق اليمنيين؟ بالتأكيد لا يمكن أن يعني أن يكون الجواب بنعم. وبالتالي تلك المغامرة التي بدأت باغتيال الشهيد علي عبد الله صالح كانت هي مؤشرا على أن لا يمكن للعالم أن يتخاطب مع جماعة إرهابية، حتى لو كان العالم وبعض دول العالم تحاول أن تستغل هذه الورقة للابتزاز السياسي لدول الإقليم، ربما لمحاولة استخدام ورقة الحوثيين لمآرب اقتصادية أو مصلحية، وهذا أمر متوقع، لكنها في كل الأحوال لا يمكن أن تتخاطب مع جماعة تحمل السلاح وتقاتل بهذا السلاح تحت مظلة استخدام الدين وتغليف قتلها لليمنيين ويعني وتهديدها للعالم. ليس فقط الدين الآن، وما يحاولوا أيضا استخدام حتى مجلس النواب، لكن صراحة نحيي أعضاء مجلس النواب المتواجدين داخل اليمن حتى من تعرضوا للضغوط للحضور، كان هناك شجاعة أيضا في الطرح اليوم، الوايحي الراعي أيضا عبدو بش وكثير من الذين حضروا، لا نعيب فيهم ولن نقول لهم إلا استمروا في 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 موقفكم، حاولوا الحفاظ على ما تبقى من المؤسسات الدستورية حتى وان تعرضوا لهذه الضغوط. لكن اليوم هم وصلوا رسالة انه مجلس النواب لن يستخدم كمحلل، نحن من نمثل الشعب. ايضا طرحوا طرحا قويا فيما يتعلق ب محاسبة رئيس المجلس السياسي ولو انه لم يعد له اي شرعية، لكن محاولة الحوثيين تمسك بهذا الشكل. طبعا الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله حاول انه يجرهم الى هذا المربع، انه الحفاظ على الدستور على القانون واحترام هذه المبادئ الدستوريه وكذا من خلال اداء اليمين امام مجلس النواب الى اخر ذلك، برغم انهم في الاعلان الدستوري المزعوم قالوا انه وصفوه بانه المجلس المنحل والمنتهيه ولايته، لكن كان هناك اصرار من الزعيم على انه اذا كان هناك من تنسيق فلن يكون إلا عبر مجلس النواب والمؤسسة الدستورية. ثم عندما ضاقوا ذرعا اغتالوه غدرا وتخلصوا منه. سنتحدث في تفاصيل أكثر لكن بعد متابعة هذا التقرير. أستاذ عبد الله، يواصل حراس الجمهورية تقدمهم الميداني في جبهة الساحل الغربي وتضيق الخناق على ميليشيا الحوثي الإجرامية في عدة جبهات. مصادر ميدانية أفادت أن عددا من قيادات ميليشيا الحوثي لقيت مصرعها في المواجهات في ظل استمرار العمليات النوعية التي ينفذها الأبطال والمتمثلة في السيطرة الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد وقطع الإمدادات عن الميليشيات وإجبارها على الاستسلام أو الموت دون قتال. العمليات العسكرية تتواصل والنجاحات على الأرض تؤكد أن مفتاح الهزيمة النهائية للجماعة الحوثية بات وشيكا، واستعادة ما بقى بأيديهم من مناطق يمنية على رأسها العاصمة صنعاء.
الهزائم بالساحل الغربي تنعكس على سلوك الميليشيا التي تتسم ردودها بشكل هستيري وعشوائي نتيجة القصف المدفعي وتنوع التكتيك لدى أبطال حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية. استعدادات مكثفة للأبطال لتوسيع محاور القتال وتطهير الأرض اليمنية من أشباح النهار وعناكب الخراب التي تشهد صفوفها انهيارات واسعة خصوصا بعد مصرع القيادي البارز في الجماعة صالح الصماد. اتساع الأرض المحررة في الساحل الغربي يفتح شهية الأبطال للوصول للميناء الاستراتيجي في الحديدة وتلقين الجماعة دروسا في الفنون القتالية التي أساس مبادئها حب الوطن والتضحية من أجله وفرض سلطة الدولة. اهلا بكم مجددا وأعود لك استاذ عبد الله. انتصارات عديده حققتها قوات حراس الجمهوريه واحدثت ربما بعض التغير حتى الان لم يكشف عن كل مجريات الاحداث والانتصارات التي تحققت، لكن توقعاتك على مستوى التغيير المعادله العسكريه على الارض؟ يعني بوضوح نحن نشهد لحظة مهمة وتاريخية، هنالك توحد الآن أمام اليمنيين في إطار معركتهم ضد هذه العصابة لاسترداد دولتهم وإنقاذ جمهوريتهم. بالتأكيد التحرك المهم الذي حدث في الساحل الغربي سيؤثر على كل الجبهات، كل الجبهات هي جبهات متواصلة وهي ذات تأثير مشترك، لكن أن يكون بهذا الشكل وبهذا الحجم وأن يكون حاضنة للمناوئين لجماعة الحوثي والاتجاه بهدف مهم كميناء الحديدة الذي تستخدمه جماعة الحوثي يعني ضد اليمنيين. أنا أريد أن أشير إلى أمر مهم، أن الصمد قتل في الحديدة. ماذا ذهب به إلى الحديدة؟ هو استشعاره بخطورة ما يحدث في الساحل الغربي، وهو شعورهم أيضا شعور القيادات الحوثية بهذا الخطر الذي بالتأكيد هو يواجههم، لأن يعني مفتاح معركة صنعاء ومفتاح معركة بقية الجبهات هي هذه المعركة المهمة على الساحل الغربي ومعركة الحديدة. بالتأكيد من المهم أن يكون هنالك الآن تناغم وأن يكون هنالك تأثير متبادل للجبهات وأن يكون هنالك يعني شغل على مستوى الاستخبارات وعلى مستوى مواصلة هذه الانتصارات وأيضا الاستفادة من الارتباك الكبير الذي تعاني منه هذه الجماعة والذي أصبح أمرا واقعا. بالتأكيد هذا أمر محوري في المعركة ضد الحوثيين، دخول قوات المقاومة الوطنية هو أمر محوري وهام وحاسم سيكون، بالإضافة إلى كل الجبهات الأخرى التي تتحرك ضد هذه الجماعة. أستاذ عبد الله اسمح لي نرحب الأستاذ محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي المعروف، رحب بك أستاذ محمد. والبداية يعني ألم يحن الوقت لتضافر الجهود من أجل إنقاذ البلد وإنهاء معاناة الناس برأيك؟ طبعا نحن نردد دائما بأن الحوثي لم يستطع أو لم يتمكن من الوصول إلى ساحل عدن في 2014 أو في 2015 إلا بفعل المكايدات السياسية والخلافات التي كانت تعصف في شرائح المجتمع اليمني عسكريا واجتماعيا وثقافيا. يعني الحوثيون استغلوا الخلافات الحزبية واستغلوا الخلافات القبلية واستغلوا الخلافات العسكرية واستغلوا الخلافات المذهبية والطائفية والقبلية أيضا، استغلوها كل هذه الشقوق في نسيج اليمنيين الاجتماعي استغلها الحوثي ودخل من خلالها إلى أن نفذ إلى آخر نقطة التراب الوطني اليمني على ساحل عدن. إذن الأمر سهل الفهم، إذا أردت أن تعيد هذا المشروع إلى ما كان عليه فينبغي أن تسد هذه الفتحات التي تخلى منها إلى أرضك إلى بلادك إلى ثقافتك إلى نسيجك، بمعنى أن كل هذه المكايدات السياسية وكل هذه الخلافات السياسية ينبغي أن تؤجل وأن ترحل إلى مرحلة ما بعد التخلص من الانقلاب. نحن رأينا الحوثيين يعني كل من أزدى لهم جميلا أعطوه كفا إنجاز التعبير، كل الأحزاب السياسية لا يمكن لحزب سياسي أن يتبرأ من جرير التعامل مع الحوثيين. اليوم ما يحدث اليوم في تعز من صراع مسلح بين الجماعات التي ربما توحدت في فترة سابقة ضد الحوثي، من يخدم هذا الصراع في هذا التوقيت تحديدا؟ هذا دليل كبير على أن هذه الجماعات عندما تضيع بوصلتها تضيع البوصلة الوطنية فإنها تحارب من أجل مصالح حزبية ومصالح
سياسية ومصالح آنية أو فئوية أو طائفية وما إلى ذلك. لكن الذي يجعل نصب عيني تحرير العاصمة من الانقلابيين فإنه لا يلتفت إلى هذه المعارك الجانبية. هذه المعارك على كل هي موجودة، الخلافات السياسية هي شيء طبيعي، لكن أن تكون هذه الخلافات السياسية عائقا وأن تتحول إلى البندقية وتحرم مسارها من طريق تحرير البلاد من قبضة الميليشيات، هذا هو المعيب. يفترض والبلد يعني هناك قيادة للتحالف، هذا التحالف وتحالف عربي يعد مظلة عربية، وهناك أيضا قيادة يمنية، يفترض بجميع المكونات العسكرية أن وإن لم تكن تحت قيادة واحدة لكن أن تصب في المجرى ذاته، أن تذهب إلى الهدف ذاته، لأن الهدف الأخير هو إسقاط الانقلاب. بعد ذلك من دخل صنعاء أولا لن يحكمها، سيذهب اليمنيون جميعا إلى صندوق الانتخابات، ومن يفوز الصندوق بهذه الانتخابات هو الذي يحكم البلاد. نعم. أستاذ عبد الله، ونحن نتحدث عن دور سياسي في المرحلة الحالية في التحشيد لمواجهة الميليشيات والقضاء عليها، بالنظر إلى ما يجري في تعز، إلى أي حد كان العمل السياسي أو دور الأحزاب في عملية التحشيد مع أو ضد الجماعة الحوثية برأيك؟ يعني عندما أتحدث عن موضوع تعز فأنا أتحدث عنه بألم شديد. يعني عندما من المفترض أن يكون الدعوات واضحة ومحددة والبوصلة كما ذكر الأستاذ محمد يعني موجهة بشكل صح وحقيقي إلى معركة اليمنيين جميعا دون استثناء، ضد جماعة تستهدف الجميع دون استثناء. جماعة الحوثي لم تترك أحد من اليمنيين، لا مناطق ولا أشخاص ولا أحزاب سياسية ولا مفكرين ولا صحفيين، لم تترك أحد. هي تريد أن تستحوذ على كل شيء وأن تذل الجميع، وهي لا تقبل بالند على الإطلاق. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه المعارك الجانبية المؤسفة، عندما نتحدث عن الشيطنة داخل الصف الجمهوري، هذه إشكالية كبيرة جدا. عندما نتحدث عن ربما حسابات لبعض الأحزاب أو لبعض الجهات التي تريد أن تقتسم الكعكة، والكعكة حتى لم تسترد. يعني إحنا نحن الآن أمام وطن مشظى، جماعة الحوثي تسيطر وجماعة الحوثي تهدد الجميع، ونحن نبحث عن ماذا بعد، يعني كيف يمكن أن نتقاسم هذا الوطن. هنالك معركة من المهم أن يلتفت إليها الجميع، وأن نحن نقول وبشكل واضح يجب البحث دائما عن الحد الأدنى من المشتركات. وأعتقد أن نصرة الجمهورية وإعادة الدولة والانتصار للوطن هو المشترك الأهم والأقدس والأقوى والمهم الذي يجب أن يلتفت إليه الجميع، وأي شخص يشتغل على غير ذلك فهو لا يصب إلا في صالح الحوثيين. أي معارك جانبية فليفهم الجميع عن أي معارك جانبية، سواء كانت سياسية أو معارك حتى يعني حربية، هي تصب في صالح الجماعة الحوثية التي تستفيد من تناحرنا، تستفيد من خلافاتنا، وهي تراهن على ذلك لإطالة البقاء وإطالة أمد الحرب. وبالتالي هذه تعتبر خيانة في كل الأحوال، خيانة لهذا المشروع الوطني الذي نبحث عنه جميعا. وكما ذكر الأستاذ محمد، القضية ليست قضية مكتسبات الآن سياسيا، لا نتحدث الآن سياسة، نحن اليوم نتحدث عن إنقاذ وطن، عن إنقاذ بلد، وبالتالي بعدها نحن نستطيع أن نفكر سياسيا، وقد تحاورنا ونستطيع أن نصل إلى حوار يجمع الجميع وينقذ البلد. لكن التفكير يعني المصلحي في هذه المرحلة هو خيانة لمعركة هي الأقدس في تاريخ اليمنيين. أستاذ محمد، كان هناك من يدعو صراحة إلى التظاهر لإعاقة تقدم القوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية في تعز. يعني يبدو أنه هناك حسابات لما بعد، وكان البعض خلاص وصل إلى مرحلة النهاية وبدأ الوقت لتقاسم السلطة أو الاستحواذ أو كذا. تعليقك على هذه الدعوات؟ طبعا دعنا يعني لا نذيع سرا إذا أن نقول بأن هناك خلافات بين جماعات أبي العباس في تعز وجماعات مؤيدة لتجمع اليمني الإصلاح ومجاميع مسلحة أخرى، كلها تنضوي تحت مظلة المقاومة للمشروع الحوثي. أنا أقول بكل صراحة أنه ينبغي أن تناقش هذه الإشكالات في إطار الصف الجمهوري، بمعنى أننا لا ينبغي أن نصب الزيت على نار هذه الخلافات. أبو العباس وكتائبه
يعني رغم كل ما يقال عنه إلا أنه كان له دور كبير في تحرير مناطق واسعة، وكانت هذه الكتائب أيضا مشهود لها في الجبهة الشرقية تحديدا بإجلاء الحوثيين عن كثير من مناطق تعز، ولها دور كبير في حماية هذه المناطق. اليوم في تعز المحافظ مع السلطة المحلية تأتي الأخبار أنه تم التوصل إلى اتفاق بحيث يسلم كل المربعات الأمنية للسلطة المحلية، وتظل هذه المجاميع المقاومة تذهب إلى المعركة. أنا في تصوري أنه يجب ما لم تلتحم قوات المقاومة الشعبية مع قوات بما فيها فصيل أبو العباس ومع القوات الذاهبة عبر الساحل باتجاه الشمال إلى محافظة الحديدة، ما لم تلتحم مع بعضها فإننا سنخسر. أقل تقدير إذا لم يكن هناك التحام فليحافظ كل جزء من هذه المكونات العسكرية على المناطق التي يسيطر عليها ولا يدخل في معارك جانبية يمكن أن تخذل من الجبهة الأساسية. أنا أقولها بكل صراحة، الأصل في جميع الجبهات أن تكون تحت قيادة موحدة، تحت قيادة جمهورية موحدة، لكن إذا لم نستطع التوصل إلى هذه القيادة الموحدة فلا بأس من أن نشجع كل من يصير يعني إذا لم تكن معها فعلى الأقل لا تكون ضدها. صحيح، لا دع من أراد أن يقاوم الحوثي لا تحتكر صيغة المقاومة، لا تحتكر اسم المقاومة. من أراد أن يقاوم النفوذ الحوثي والمشروع الحوثي فله ذلك. إن أتى إلى صفك فهذا شيء مهم وهو المطلوب وهو الأصل أن نقاتل تحت قيادة واحدة، لكن إذا كانت هناك إشكالات سياسية وإشكالات من الماضي كما أنا وأنت تعرف فلا ينبغي أن تكون هذه الإشكالات عائقا عن وجود نوع من التنسيق بين هذه الجبهات المختلفة وإن لم تكن تحت قيادة واحدة. نعم، الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف من لندن. نتناول أيضا في المحور الثاني من حلقة الليلة دلالات ومآلات مصرع القيادي الثاني في جماعة الحوثي الإرهابية صالح صماد، أو ما كان يسمى رئيس المجلس السياسي الذي لقي حتفه مع مجموعة من القيادات الحوثية يوم الخميس حسب ما أعلنه قائد هذه الجماعة. سنناقش هذا الموضوع تفصيلا مع ضيفي في الاستوديو، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف ضيف آخر الأستاذ فهد الشرفي، ولكن بعد هذا التقرير. بداية لفصل جديد في المواجهة مع الميليشيات الحوثية بعد مصرع صالح الصماد. بدأ الإرباك جليا في انسحابات متواترة للمغرر بهم في صفوف الحوثيين الذين لا يعودون إلا أشلاء متناثرة. مثل مقتل الصماد فصلاً يشوبه الجدل لظهور الخلافات على السطح بعد سلسلة من التخوينات بين الأجنحة المتصارعة للميليشيا حول صفقات النفط والغاز وسطوة كل فريق على موارد البلاد. أوراق تهاوت وأخرى توشك على السقوط طالما مثلت واجهات سياسية جعلتهم في نهاية مطافهم قرابين من أجل بقاء مهرج الحوثيين المتواري في الكهوف. يسعى الحوثي لخلق واقع آخر بصراخه عبر أبواقه المأجورة لإيهام الناس باستحقاقه للمرحلة، في حين يقوم بتصفية معاونيه من أبناء القبائل وغيرهم بعد أن يوصلونه بمشروعه العنصري إلى مبتغاه ويصبحون أوراقا غير ذات جدوى بالنسبة للجماعة. أهلا بكم مجددا، وأعود إليك أستاذ عبد الله. يعني بداية، ما الذي يمثله مصرع الصماد بالنسبة لمستقبل هذه الجماعة؟ يعني هنالك كثير من المؤشرات التي يمكن أن نتحدث عنها، لكن من أهم هذه المؤشرات أن جماعة الحوثي كانت تسوق أن هذا الرجل هو رئيس للجمهورية وتعطيه تلك الهالة، وربما محاولة تسويقه كشخص مدني يمكن أن يتعامل مع أحزاب أخرى، يمكن أن يكون صلة وصل مع آخرين. ولهذا أنا أريد أن
أشير إلى بيان وزارة الخارجية التي الإيرانية التي قالت في معنى كلامها أنه بمقتل الصمات تنتهي فرص السلام في اليمن، وهذا معناه أن جماعة الحوثي كانت تحاول أن تخلق من هذا الرجل الذي هو ليس حمامة سلام، يعني ليس هنالك في جماعة الحوثي حمائم وصقور، هو صقر لكنه كان يحاول أن يعني أن يبيض وجهه ليؤدي هذه المهمة، لكنه في الواقع هو أيضا قائد العسكري وهو القائد الأعلى بالنسبة للحوثيين، وهو أيضا كان صلة الوصل بين جماعة الحوثي والقبائل وكان له دور كبير، كان يقوم بعملية تخدير أيضا فقط للجماعات السياسية الموجودة، صحيح، وإيهامها بأنه سياسي. إذن رحب ضيفي عبر الهاتف الأستاذ فهد الشرفي الصحفي والكاتب السياسي، ورحب بك أستاذ فهد. وماذا يعني مهدي المشاط بعد صالح الصماد برأيك؟ ما الذي سيتغير في سلوك هذه الجماعة؟ مرحبا وسهلا. أولا أعتقد أنه لا مقارنة بين القدرات الشخصية وكاريزما الشخصية في الصماد وبين مهدي المشاط، إضافة إلى أن مهدي المشاط أتى الآن في ظروف حرجة جدا. لم يعد هناك شريك كما كان صالح الصماد عندما كان على في مهمة المكر ببقية القوى السياسية، عندما مكر بالمؤتمر الشعبي العام وحاول أن يلملم ما تبقى من مؤسسات واقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء، سواء مؤسسات عسكرية أو أمنية، التواصل أيضا بمؤسسة القبيلة اليمنية، وكان لدى صالح الصماد قدرة، وهو من الشخصيات التي لديها موهبة في وجسارة في التحرك والنشاط في الخطابة أيضا على التواصل. نعم، لكنه أيضا اليوم الفراغ الذي تركه الصماد لن يستطيع أن يملأه لا عبد الملك ولا مهدي المشاط، لأنه أصلا الظروف على الأرض تغيرت، اليوم الظروف تتغير أكثر، حتى صالح الصماد كان يحاول أن ينجز ما أنجز، ولذلك رأيناه يذهب إلى ذمار لمحاولة التحشيد، نزل أيضا لمحاولة تحشيد أبناء الحديدة في الوقت الضائع، فسقط في إطار مهمته التي كان يحاول من خلالها أن ينجز ما أنجز من الحركة، أن يحافظ على الجبهات من الانهيار. صالح الصماد سقط وهو يحاول أن ينجز الموقف، ولذلك مهدي المشاط استلم موقفا صعبا، لكنه في النهاية عبارة عن واجهة. أنت تعلم أن هذه الجماعة تعمل بتركيبة في الظل في الظلام، لكن بالنظر إلى شخصية المشاط التي سنتحدث أيضا عنها ببعض التفصيل، برأيك هل سيحدث تغير في سلوك هذه الجماعة في تعاملها مع الجماعات السياسية الأخرى أو الأحزاب، أو إن كان لا يزال هناك أحزاب أصلا؟ لن يحصل أصلا أي تغير، وليس هناك أي أحزاب تعمل أصلا في صنعاء، ما يعمل هو عبارة عن مجموعة من الكراسي نصبها الحوثيين في اللجنة الثورية، وأتوا عليها بمجموعة من الشخصيات السياسية الذين ظنوا أنه بالإمكان أن يكون هناك شراكة بينهم بالحوثيين، الناس من الأحزاب التي كانت تعتقد أنه الأحزاب الكبيرة التي كانت حاكمة كانت تقصيها، فاندفعت اندفاع كبير للمشاركة مع الحوثيين في ثورتهم أو انقلابهم، واكتشفوا خلال الشهر الأول والشهر الثاني أنهم لا شيء، وأن يعني الجماعة لا تستخدمهم إلا لالتقاط الصور ولتوهم العالم أن هناك قوى مشتركة معها تحت يافطة ما يسمى مواجهة العدوان، ومن هذه الشعارات ومواجهة الاستكبار العالمي، لكن في النهاية هؤلاء وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يطلقوا سجينا مظلوما في قسم من أقسام الشرطة، أو حتى لا يستطيعوا حتى أن يصلوا إلى مسألة الضغط على الجماعة لتفصح عن مصير حتى سجين واحد سواء سياسي أو مواطن، هؤلاء أعجز من أن يدافعوا حتى عن أنفسهم أو عن أبنائهم، وقد رأينا اليوم كان هذا الكلام مطروح، كان طرحه النائب عبدو بشر على في جلسة أداء اليمين التي في مجلس النواب، طرح على المشاط يعني أول قضية إطلاق المعتقل. أعود إليك أستاذ عبد الله، والحديث عن يعني أنت كنت أحد الشهود على حديث مهدي المشاط ربما في جنيف أو في بيل، ويتحدث عن
ضرورة وأهمية ولزومية إبادة تعز بمن فيها. هل تشرح لنا بعض التفاصيل ومن كان هناك يستمع إلى هذا الحديث؟ نعم، أريد أن أشير فقط إلى موضوع مهم، يعني الدفع بالمشاط إلى المجلس السياسي هذا يزيل تماما ما بقي من بقية ربما لموضوع يعني الاتفاق على المجلس السياسي. هذه أصبح المجلس السياسي هو بالمشاط هو عبارة عن أداة أخرى من أدوات الحوثي لمحاولة يعني الهيمنة على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي. وأعتقد أن هذا أمر أيضا رسالة لكثير من الأحزاب الأخرى وحتى في المجتمع والإقليم والعالم على أن الحوثيين ليسوا معنيين بالسلام. هذه شخصية من الشخصيات الأكثر تطرفا، الأكثر عنجهية، الأكثر نزقا، الأكثر ولاء لعبد الملك الحوثي ولفكرة الهيمنة وعدم الاتفاق مع الآخرين أو حتى القبول بالند الآخر. وقد شهدنا كما ذكرت هذه الأمور، يعني في أكثر من مرة هو يذكر هذه المسألة وهو يقول أنه لن تتوقف الحرب حتى يبيد كل الإرهابيين في المناطق، لكن ما ذكرته حدث في بيل في جلسات جلسة من الجلسات، وكان هنالك شهود كثير بما فيهم الوفدين من الأعضاء الوفدين إلى بيل، وهو عندما تم الحديث عن حصار تعز والمعاناة التي يجب أن تتوقف وأن يكون هنالك خطوات لحسن النوايا ومنها رفع الحصار عن تعز، قال أما تعز فإننا سنبيدها عن بكرة أبيها فهي مصدر الإرهاب والإرهابيين. وبالتالي هذه الشخصية من كثير ممن يعرفها يعرف أنه ليس لديه أي نفس للتعامل مع الآخر، ليس لديه أي قدرة على التنازل أو إعطاء أي تنازلات، هو لديه مشروع. هذا المشروع أنا أريد أن أضيف أيضا أن هذا المشروع هو مشروع فوق الدستور والقانون. نحن نتحدث عن عبد الملك السيء عبد الملك الحوثي وهو يرى نفسه فوق الدولة وفوق الدستور، وبالتالي كل التصرفات الأخرى التي تتم هي تحصيل حاصل لهذه الرؤية الاستعلائية وهذه الرؤية التي لا تقبل بالدولة ولا بالدستور ولا بالقوانين، وهي نتيجة أيضا توضح أيضا ما تقوم بهذه الجماعة في كل مجالات الحياة من اختطافات، من نهب للمقدرات الأمة، من يعني إزاحة وشيطنة للآخر، وكل هذه الأمور هي يعني تفسر بهذا التفسير البسيط. هم ينظرون لأنفسهم على أنهم أتوا لإنقاذ الشعب اليمني وأنه من واجبهم أن يحكموه، وبالتالي هم فوق الدستور وهم فوق القانون وهم لن يخضعوا للدستور ولا للقانون، وهذا أمر أصبح واضحا وإن حاولوا أن يحسنوا أو أن يصوروا أنفسهم بغير ذلك بأي شكل من الأشكال. أستاذ فهد، عندما تحدث عن الخطوات التي تدرج فيها مهدي المشاط ابتداء بإزاحة يوسف الفيشي وهو أحد القيادات الكبيرة في هذه الجماعة وفي هذه العصابة، تمهيدا ل يعني كعضو في المجلس السياسي ثم كرئيس للمجلس السياسي، كيف تقرأ هذه الخطوات؟ وما الذي حاول عبد الملك الحوثي من خلاله الخطوات التي تدرج فيها مهدي المشاط ابتداء بإدخاله كعضو في المجلس السياسي وإزاحة يوسف الفيشي ثم رئيس للمجلس السياسي بديلا عن الصمات بعد اغتياله؟ يعني الحقيقة عندما تتحدث عن وصول مهدي المشاط أو شخصية مهدي المشاط وعلاقته، هو على علاقة منذ الصبا مع عبد الملك الحوثي، وكان مدير من طلاب بدر الدين ثم من طلاب حسين بدر الدين الحوثي، وكان من المجموعة الصغيرة التي خرجت مع عبد الملك وهربته في الحرب الأولى، إضافة إلى شخص آخر اسمه سفر الصوفي، لا زال الآن هو الممسك بمكتب عبد الملك الحوثي الذي هو السفر، وهي يجري اتصالاته ويأمر على كل الأنشاد الموجودة في جماعة الحوثي بما فيها الأنشاد العسكرية والسياسية والإعلامية. وتم إخراج مهدي ليمارس دورا موثوقا فيه في إطار التفاوض إلى جانب صالح الصماد. الشخصين هما من أكثر الأشخاص الذين يثق بهم عبد الملك الحوثي. هناك نقطة يجب الإشارة إليها، أنه أحيانا أنت بحاجة وأنت في موقع عبد الملك الحوثي أن تدفع لأشخاص من الذين ولاءهم لك، لأنهم في النهاية لا يفكرون أبدا في أن يتطاولون على مسألة السيد، لأنهم ليسوا من نفس السلالة. قد يخشى عبد الملك الحوثي مثلا أن يرمز شخصا من الهاشميين ويصبح له هالة، فيصبح أمامه مشكلة في المستقبل ويكون هذا تهديد شخصي له.
لكن ما القبيلي في إطار جماعة الحوثي لا يفكر أبدا في أن يتمرد على سيده، لأنه يعتبر أن طاعته من طاعة الله، ولديه إيمان عقائدي بضرورة الخدمة تحت ستار العلم، وبأن هذا الموقع الذي هو الموقع الأول المرتبط بالناس روحيا وعقائديا هذا موقع يخص ما يسمونهم أهل البيت، ولا يمكن أن يتطاول عليه أو أن يفكر في أن يقدم نفسه له أو يمارس دور فيه. لكن الآخرين مثلا قد يجد نفسه في لحظة من اللحظات أنه ما الفرق بيني وبين عبد الملك مثلا، إذا كان من أحد الأسر، والتاريخ اليمني مليء بالصراعات التي نشبت بين هذه الأسر، فما كان الأمر يستقر الأسرة من الأسر الهاشمية حتى تخرج عليها الأسرة الأخرى، وقد رأينا حتى ذكرت لنا سيرهم أنهم كانوا يصفون بعضهم، حتى أن الإمام أحمد صفى اثنين من أخوته صحيح. في المسألة في نزاع على السلطة في تعز نعم. العباس وعبد الله نعم، ولذلك الدفع بهؤلاء طيب. بال هذا المنطلق بالمثل هل يمكن أن ننتظر من هذه الجماعة أنه تتآكل بسبب الصراع على السلطة، وهل بدأت التصفيات من الآن؟ لا، أشوف الحرب يوحدها، لأنهم في النهاية هم يشعرون الآن أنهم جميعا أمام حرب، انكشفوا أن مشروعهم سلالي عنصري، تورطوا في جرائم حرب ضد كل أبناء اليمن، ولذلك هم الآن يرصون الصفوف، ولا حتى مهما بلغت حالة الضعف سيظلون يدينون بالولاء لعبد الملك الحوثي، ثم عندما يشعروا أن المشروع سيتلاشى سيبدأون بالقفز من سفينة هذا المشروع والتخلي عنه والبحث عن أبواب جديدة لإعادة إظهار نفسهم. سترى من الهاشميين من يظهر كيساري، ومنهم من يقول نحن كنا مضطرين أو مجبرين، ولذلك تراهم الآن يبتعدون عن عن المواقع الأولى، فلا هم بالذين أخذوا الموقع الأولى ولا هم بالذين خرجوا عن المشروع. يعني مثلا عندك خذ عندك مثلا من هناك كثير من الدكاترة والبروفيسورات وأصحاب المؤهلات العليا من هذه الأسر، من أبناء صنعاء وحجة وعمران ودمار وغيرها، وهم موجودين في صنعاء ويكتبون ويتحدثون ويناصرون هذه الجماعة، خصوصا منذ أسقط الصنعاء. هؤلاء بما لديهم من خلفية علمية وبالشهائد العليا التي لديهم، لم يعترض منهم شخص واحد على عبد الملك الحوثي أو يقول أن هذا الذي تفعله مثلا في، أو يعترض حتى على حادثة من الحوادث سواء حادثات لا. لكن ربما بشكل يومي ربما في الفترة الحالية هناك يعني تنازع من نوع آخر، هناك تنازع الآن على السلطة على المناصب، توزيعها بين الأسر كما هو معروف، هناك أسر تستحوذ على المناصب السيادة. أعود إليك أستاذ عبد الله، والحديث عن مراكز القوى داخل هذه الحركة بالنظر إلى المصالح الكبيرة التي حققتها، سواء من خلال تجارة السوق السوداء والمشتقات النفطية و أيضا الشركات النفطية وإلى آخر ذلك. يعني دعنا نفرق بين موضوعين، يعني ربما أخالف إلى حد ما موضوع أن هذه الجماعة ربما تكون لديها أجنحة عقائدية في الداخل، أو أنها ربما تذهب إلى الصراع القريب، كما أنا أوافق الأستاذ فهد في مسألة أن الحرب توحدهم، وأن المصير الخوف من المصير هو التي يجعلهم كتلة واحدة. لكن نحن تعودنا على أن هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة ذات العقيدة الواحدة والمشروع الواحد والمرجعية الواحدة هي أكثر تماسكا إلى حد ما من الأحزاب أو من جماعات تحررية أو أخرى. لكن من جانب آخر أنت ذكرت أمر مهم، قد تكون المصالح التي اكتسبت في هذه المرحلة من الحرب هي ما يمكن أن تؤسس لصراع بين مراكز قوى استفادت من الفترة الماضية. هنالك من هذه القيادة من أثروا، من تحولوا إلى مليارديرات من أموال الناس وقوتهم. هنالك يعني يمكن أن نسميها صراع مصالح كبيرة جدا على إطار المصالح الدنيوية، يمكن في بين قوسين. هذا أيضا أنا أرى أنه يمكن أن يكون عاملا مؤثرا أكثر من العوامل العقدية الأخرى. الأمر الآخر أيضا هذه المصالح المالية والمادية والإثراء السريع هو أيضا سيجعل هذه الجماعة
وقياداتها تصر أكثر على إطارة الحرب وليس فقط على أن يكون هنالك صراع داخلها، لأنها هي ستفقد مصالحها في النهاية. هي تعلم أن اليمنيين لن يقفوا متفرجين عليهم وهم يذهبون بأموال الناس وبما يعني نهبوه وما سرقوه من أموال الناس ومن أموال الدولة. نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، نتحدث عن حفاة عراة كانوا بالأمس يستجدون واليوم يعني يشترون البنايات بمليارات الريالات اليمنية. وبالتالي نحن أمام بالفعل، هي لابد أن تقرأ الأمور بشكل واضح، هنالك قراءات لابد أن تتوغل في هذه الحركة. هذه الحركة هي حركة صحيح أنها عقائدية، لكن أيضا أعود وأقول أنها في كل الأحوال لديها مشروع، وهذا المشروع لا يجعل الأمر بيدها بشكل كامل. هي مشروعها مشروع إيراني، لها أهدافها الداخلية ولها أهدافها الإقليمية، لها أهدافها الخاصة بالجماعة في إطار المشروع العام الإيراني، هذا أمر أيضا واضح وكل الدلائل تدل على ذلك. وإن كانت إيران تتخلى، يعني إيران تتعامل مع جماعة الحوثي كالبلطجي الوسخ الذي تدعمه لكنها تتبرأ منه، لكن في كل الأحوال هو بلطجي وهو وسخ وهو ينتمي أيضا، لكن تحتاجه في عمليات معينة. نعم. أستاذ فهد، لماذا يعني لا تفتح الجبهات كلها مرة واحدة؟ لماذا عندما نسمع عن تحركات على جبهة الساحل الغربي نسمع ركودا في بقية الجبهات؟ ما الذي يعني هذا؟ ما قراءتك؟ نحن منذ اليوم الأول كنا نقول أن استراتيجية الحرب لازم أن تسير بالتزامن، وأنه لا بد من إعداد الجبهات وتناغمها وأن تحكمها قيادة أو عمليات تستطيع أن تنسق بينها لشنحة، يعني ليكون الوقت بالتزامن في الضغط على الحوثيين في جميع الجبهات وعدم إعطائهم نفس لكي يتفرغوا لجبهة. يعني كنا منذ الثلاثة في خلال ثلاثة الأعوام الماضية للأسف الشديد كانت تترك للحوثية أن تختار هي الجبهة أو أن نختار نحن جبهة واحدة ونقاتل فيها ونهدأ بقية الجبهات، فيحشد على هذه الجبهة ويعد نفسه فيها ويعمل بكل ارتياح على مواجهتها بينما الجبهات الأخرى هادئة. وهذا الأمر أعتقد أنه خلل يجب معالجته، وكان يجب معالجته منذ وقت مبكر، لكن لا تستطيع أن تقول أن المسألة فيها نظرية مؤامرة أو كذا بقدر ما هي عدم ترابط أو عدم وجود عمليات محكمة وتخطيط محكم. مثلا هذه الجبهة اليوم بدأت حرب، الجبهة الأخرى لا زالت في حالة إعداد، مثلا هي بحاجة إلى إمكانات ورفعت وتطلب الإمكانات، فتأتي الإمكانات يتم تأهيلها وتجهيزها بعد شهر ونص مثلا، وهذه الجبهة قد استنزفت فتحتاج إلى التوقف ثم تعيد تأهيل نفسها. ما نحن نقول منذ البداية أنه يجب تأهيل مثلا فليأخذوا راحة 4 شهور أو 5 شهور، ما احنا لنا نحارب 3 سنوات ويتم تأهيل كل الجبهات اللي بحاجة إلى تعزيز بشري، اللي بحاجة إلى إعادة تدريب، اللي بحاجة مدفعية، اللي بحاجة إمكانات، ويتم إطلاق ساعة صفر تتحرك كل الجبهات واحد، وبالإمكان أن تحدث فارق الحوثيين. وأنا أبشرك وأبشر مشاهدي قناة اليمن اليوم وهذه معلومات من الأرض، هناك ارتباك كبير وهناك تراجع كبير وهناك أزمة حقيقية لدى الحوثيين يعوضونها بالتهديد والتهويل الإعلامي. اليوم أنا أرى صور حتى في الفيسبوك لأناس من مران ومن صعدة ومن سفيان وينزلون صورهم أنه نحن استجبنا لداعي الصماد ونزلنا إلى الحديدة، يعني ما هي ما وأنتم تكذبون يكذبون على الناس أنه أبناء الحديدة وما الذين سيتحركوا. طيب لو كان لديكم فعلا أنصار من أبناء الحديدة لما حسيتم أن تأتوا بالناس من أتباعكم من كل محافظة وأعطوا لكل سيارة صرفوا لها 50,000 مكافأة نعم. لكن أنا أقول لك اليوم جبهات صعدة كلها شغالة وهي جبهات مهمة وخطيرة وتحدث فارق وتؤثر تأثيرا كبيرا نفسيا ومعنويا ولوجستيا و عسكريا على جماعة الحوثي بشكل كبير. هناك تقدمات في الجبهة الشمالية في علب وأحرزت تقدم في العمق في مديرية باقم، واليوم كنت على تواصل معهم قالوا نحن ثابتون في كل المواقع التي أخذناها قبل يومين وليس هناك أي مقاومة تذكر، كما هو كان معتادا من الحوثيين أن يحاولوا استعادة المواقع، وسيتم قطع الطريق على موقع واحد لا زال الحوثيين فيه، وبعد قطع هذه الطريق بإمكانهم أن يدخلوا عبر منطقة أبواب الحديد والوصول إلى باقم.
ومسألة أن تسقط المديرية الشمالية من صعد مديرية باكم وتصبح على أبواب ضحيان، هذه ليست يعني أنت على مفترق ضرب نقعة ومطرة، مركز قيادة جماعة الحوثي خلال الست حروب ستصبح يعني في مرمى مدفعية. الجبهة الغربية أيضا أمس كانت الأخبار تأتينا من عمق منطقة خولان بن عامر أنهم يسمعون الضرب وأن ألسنة اللهب تطلع من جبال مران، وهناك معركة محتدمة وكل التعزيزات التي نزلت إلى هناك لم يعد منهم أحد هناك اليوم، لم يعد لديهم إلا يعني يدفعون بأطفال مدارس ومن كان يسمونها فرق ثقافية، اليوم حتى الفرق الثقافية كل من ضحك عليها الحوثيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية وسلموا له بندق أو أعطوه حاجة حتى لو سلة غذائية اليوم جاءوا له عنده يقولوا له تعال قاتل، احنا انت سجلت معنا، انت اتيت مركزنا، كل الذين تورطوا يعني من المواطنين حتى الذي ابتسم للحوثيين يوما قالوا له اليوم تعال قاتل، ما انت وعدتنا انك كنت معنا، ولذلك في حالة أزمة حقيقية داخلية يجب ان نواكبها اعلاميا وان ندعو الناس ان يتركوا الذين حققوا ثراء ليذهبوا الى الميدان، فلينزل عبد السلام فليتا الذي اصبح ملياردير وينزل أبو علي الحاكم وينزلوا هؤلاء اللي كانوا عقائديين في الحروب الست اليوم أصبحوا ملياردرات، أصبحوا رجال أعمال، أصبحوا أصحاب شركات صحيح. نفط. إذا أستاذ فهد اسمح لي فقط يعني اسمح لي فقط وجه سؤال أخير إلى الأستاذ عبد الله، والبلد طبعا في حاجة إلى من يترجم هذا التلاحم، هذه نحن لا نعول حتى على تفكيك هذا الجماعة، نعول على الشعب على البلد التي ترفض هذه الجماعة، برأيك كيف يمكن تحقيق هذه التوحد في مواجهة هذه العصابة بعيدا عن الأنانية عن المصالح السياسية الضيقة؟ يعني على الجميع أنا وأقصد بالجميع جميع اليمنيين وجميع النخب السياسية وحتى القيادات أن تتفهم وأن تفهم خطورة هذه المعركة وقدسيتها وأهمية أن هذا التهديد وخطورة هذا التهديد على الجميع، وبالتالي أيضا على النخب الصحفية والمثقفة أن تدعو وأن يكون لها دور في تجميع اليمنيين على ما قلت عنه الحد الأدنى من المعايير التي تجمع اليمنيين، فليكن هنالك توجه واحد وليكن هنالك غرفة عمليات مشتركة تجمع كل بندقية تتوجه إلى الحوثيين. نحن أمام ارتباك كبير، أزمة ثقة في جماعة الحوثيين على الأقل في مستوى القيادات، يعني عبد الملك الحوثي قالها بصراحة أنه لم يعد يثق في كثير من القبائل، وبالتالي نحن أمام رفض شعبي أيضا، الرفض الشعبي الذي كان واضحا بالأمس عندما قتل الصماد كان هنالك فرحا عظيما، مع أن اليمنيين غير متعودين على الشماتة في الموت، لكن ما قامت به هذه الجماعة من إجرام أصاب كل بيت في اليمن جعل اليمنيين يعني يهللون لذهاب أحد المجرمين، وبالتالي نحن أمام مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية، يجب على الجميع أن يتوحد في إطار معركة استعادة اليمن، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث، ونستطيع أن نذهب باليمن إلى بر الأمان إذا ما تخلصنا من هذه الجماعة. بإذن الله سيتخلص الجميع من هذه النزعات. الشكر الجزيل لك أستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، الشكر موصول أيضا لك أستاذ فهد الشرفي ضيفي عبر الهاتف، كنت ضيفا عزيزا على البرنامج، شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.